كانت هناك زيارة جيدة من موليد شاويش أغلو لدولة الإمارات العربية المتحدة. في البداية زار مدينة دبي والتقى بالشيخ محمد بن راشد حاكم مدينة دبي، وتحدثوا عن تعاون اقتصادي قوي للغاية في الفترة المقبلة بإذن الرحمن بين كل من تركيا والإمارات. وتحدث موليد شاويش أغلو وزير الخارجية التركي بأنه على مدار السنوات الماضية العلاقة لم تكن على ما يرام مع دولة الإمارات، ولكن تلك القطيعة انتهت، وأنهم مقبلين على خطوات تقاربية أكثر وأكثر مع دولة الإمارات. وأصف زيارة الشيخ محمد بن زايد للدولة التركية ولقائه برئيس أردوغان في العاصمة أنقرة بالناجحة، ورأى بأنه بإذن الرحمن في الأيام المقبلة ستشهد العلاقات الاقتصادية قوة أكثر وأكثر وفائدة متبادلة بين كلا البلدين.